يعاودوا شنو وقع بالضبط. هادشي هاد المشكل سيدي حاصل لنا راه فايت العام، عينا من شكي وعينا من ديرو في ديكلاراسيون، سير الكوميساريه دير ديكلاراسيون تصنتو ليك، مره ما كتصنتوش ليك، ما كاين حتى شي حاجه. دابا هو البارح والبارح جات السياره ديالي، ما عيدناش في خاطرنا، عيدنا في الرعب، ما عيدناش في خاطرنا، هرسنا السياره ديالي وديجا هرس سياره اخرى قبل بشي 3 شهور هذه، وهرس سياره اخرى، ما كاين حتى شي رده فعل لا من السلطات المحليه ولا من الناس، ما عياو ما يشكيو ولا كلشي خايف على ولادو مخبي، ما عرفناش شنو هو الحل. كنتمناو من سيد الحموشي يشوف لنا الحل ويدير لنا شي حل. هذا راه ولا كيطلع لنا تلبيبان ديورنا الدار ديالنا، وكيطلع لك بالموس للدار ديالك، وديجا هو ضاربني انا، هي الضربه عندي انا هنايا، غير خويت لي هو الجرحه ديالي، هي عندي التصويره ديالها، عندي كلشي. وجا دابا ولادي انا مابقاوش يقدوا خرجوا، مابقاوش يقدوا نعسوا، الطوموبيل هي مهرسه هنايا كلها. واش نبقاو ديما حنا عايشين في هذا الرعب هذا؟ كنتمناو من السلطات المحليه ومن السيد الحموشي ومن جلاله الملك يدير لنا شي حل. هذا الشيء راه ما بقاش يعجب وما تيفرحش. بغينا غنبيعوا، كل لقينا غنبيعوا كاع حنا خوات البلاد، كاع ما عندنا ما نديروا بها، كان غادي المشاكل نعيشوا حنا ولادنا بلاش. شحال هذا المشكل واقع؟ شحال هذا المشكل؟ دابا راه اكثر من عام، اكثر من عام. كيهرسنا دابا، كيهرس لي فاز تنقولوا ماشي مشكل، هرسنا البيبان ماشي مشكل، ولا دابا كيقطع لنا الاسلاك ديال الكاميرات، ولا كيضرب لنا السيارات، ولا كيطلع لنا الديور ديالنا يفرع لنا البيبان. ما بقيناش حنا مرتاحين كاع، ما كنخرجوش للزنقه. العيد ما عيدناش في خاطرنا، ثاني عيد هكاك، ثاني عيد هرس لي السياره ديالي ضار على الدجاج كامل، بغينا شي حل. مشينا دابا عند بوليس، مشيت انا والبارح نهار الجمعه كنقول لهم ديروا لي المحضر، قال لك تجيب لنا الدوفي وتجيب لنا كارت غريز مصوره ولا كارت ناسيونال. مشينا اليوم عاوتاني عندهم، قلت لي دير لي محضر، قال لك مال هذوك ما داروش ديك نهار الجمعه، كانوا يديروا لك هذوك المحضر تيمسحوا فينا حنايا. وهذا المشكل هذا بغينا نعرفوا شكون المسؤول عليه. الضابط المسؤول اللي كنهضروا معاه في الدائره السابعه، كان حي الرحمه، تنهضروا معاه السجاج، قال لك انا بغيت نتكرفس عليه نتعدى عليه نعتقلوا، ما يمكنش انا نعتقلوا. هذا الشيء بغينا نعرفوا علاش ما يعتقلوش. كنتمنى من المسؤولين ومن السيد الحموشي ومن جلاله الملك ياخذوا لنا حقنا. هاد السلا راه ولينا عايشين في الرعب، وما لا حنا لا ولادنا لا الساكنه كامله، ديروا لنا شي حل. هاد الشيء اللي كنطلبوا. المشكل ديالنا في هاد الاقامه هذه مده وحنا عايشين بها خير وعلى خير، فاذا به واحد السيد ساكن مع الاخ ديالو اللي هو بوليسي ومع الاب ديالو، و تيهرس لنا في جميع الممتلكات اللي فيها الملك المشترك بما فيها الكاميرات، لي فاز، لي بوست ديال بوستال، البيبان، مهم بزاف ديال المسائل اللي تعدى علينا فيهم، الى درجه انه اصبح كل واحد كيقصدو بوحده، ولا كيهرس لي انا السياره ديالي وهرس الصديق ديالنا السياره، وواحد الاخ اخر حتى هو كذلك هرسوا السياره في لاكاف. دابا حنا ولينا تنعانيو الامرين منه، ما بقيناش نرتاحوا، ولا يهز علينا السلاح الابيض والحجار وقدام الباب، وكل نهار يعرعر علينا من الصباح من اللي فيق من العشره، وهو يغوت حتى الوحده وحتى الجوج، هو ما تيخليش حتى الناس تنعس في النهار. كيكون في حاله هستيريه؟ والله ما نعرف، بالله ما عرفت واش في حاله هيستيريا، واش كيستعمل شي مصيبه كحله، واش ملي كنهضروا معاه كيربي يديه، ملي كنبعدوا منه كيعرعر علينا وتيبدا يغوت ويضرب بالحجر. يعني ما تليناش قادرين حنا ندخلوا مع الباب، وليتي داخل وخايف منه لا يعاود يكون هاز شي حاجه في يديه، وكيهز علينا السلاح الابيض الجنوي وكيهز الحجر. هادشي هذا اما ولا فيه دابا. نهار ثاني عيد راه جا هرس لينا، قطع لنا لي كابل ديال الكاميرات وهرس السياره. هادشي اللي راه وقع دابا حاليا ولينا خلقنا فيه الرعب، ولا فينا الرعب، ولينا خايفين على ولاد صحابنا. راه الناس راه هما كلهم كيتقدموا، جا تهجم هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور تهجم على واحد البنات كيقراو، باهم كوميسير متقاعد في الخميسات وساكنين تما معانا، شاري لهم باهم واحد الدويره وجات تهجم عليهم. يعني الناس ولا فيه بزاف ديال الاداء السيد هذا، يعني ولينا خايفين منه اكثر ما خايفين من شي حد اخر اجنبي علينا. سمعنا بانه تم القبض عليه، يعني هو دابا في الدائره، يعني شنو المطلوب يعني من المسؤولين دابا؟ حنا تنطالبوا ان الناس المسؤولين يتاخذوا مع الاجراءات القانونيه. قطع هذا الشيء باش يزيد يدير اكثر من هذا الشيء، حيت الكاميرا دابا كتصوروا راه بغا يفيد الكاميرا انه على شي حاجه اكثر من هذا الشيء.